ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك، وتأتي هذه الورشة كتعريفية على مواصفات بعض الأغذية المتداولة في السوق، طبعا منها توضيحها للطلاب والمختصين في هذا المجال، خاصة مثلا مواصفات اللحوم، مواصفات الحليب، وأيضا هناك جزئية أخرى راح تتناولها جمعية حماية المستهلك اللي هي كيفية توعية المستهلك إلى المواصفات الحقيقية والصحيحة للأغذية المتداولة في السوق. وأيضا هناك آلية الرقابة على هذه المواد الغذائية، وطبعا نأمل في ختام هذه الورشة فإنه نوصل رسالة للمستهلك، نوصل رسالة للطلاب بأنه ليس كل ما يطرح في السوق هو موافق للمواصفات الفلسطينية، ولذلك الحذر والانتباه وأيضا عدم تناول أي شيء بدون ما يكون في هناك معرفة مسبقة بتم تناول. الهدف الأساسي منها هو توعية طلبة الجامعة بالتحديد في مجال الزراعة على أحدث المواصفات في مجال الزراعة والأغذية اللي بتقوم مؤسسة المواصفات بتطويرها، حتى يتم إطلاعهم عليها حتى يكونوا جاهزين لسوق العمل بالمستقبل، والنقاش حول آليات الضبط والرقابة اللي بتقوم فيها سواء مؤسسة المواصفات أو الجهات الرقابية المختلفة في مجال تطبيق هاي المواصفات، وآليات التعاون المستقبلية ما بين خريجين الجامعة مع مؤسسة المواصفات لتطوير الجودة بشكل عام فلسطين، والذات المرتبطة في مجال الصناعات الغذائية ومجال الزراعة بالتحديد.